السلام عليكم، مرحبا بكم كاملين في فيديو جديد، ولاية جديدة، فلوق جديد بإذن الله. هذا الفلوق إن شاء الله راح نروحوا لولاية توغرت، الولاية المنتدبة لولاية جديدة. راح تشوفوا معنا فلوق بزاف شباب. الفلوق هذا راح نبداو الفلوق تاعنا راح نبداوه من الزاوية التجانية، هي زاوية متواجدة بتماسين. موراها ديريكتومون راح نروحو للبحيرة تاع تماسين، بحيرة المقارين، وعندنا زيارة خفيفة اللي ما يعرفش بلي انا نموت على حاجة يسموها مناطق اثرية او مهجورة. نحب نكتشف حاجة قديمة او حاجة تكون غايبة فايس هكايا. المهم راح تشوفو معنا. موراها راح يكون عندنا عادات وتقاليد الشعب التوغرتي في الاعراس تاعهم، كيف هيكون الاعراس تاعهم، واش يديروا في اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث. بالتحديد ماشي راح ندير تفصيل كل حاجه، بصح راح نعطيكم فلاش من كل حاجه شويه شويه شويه. تبعوا معنا ما تروحوش بعيد. Bye.
شي كبير شي كبير Hey!